هاي جايز، يا رب تكون بخير. النهارده ده اخر فيديو ملكوش من اللي هو last video in my channel. طبعا انا بقالي 3 اسابيع غايبة عن القناة، تخيلوا 3 اسابيع ده غايبة عن القناة. اسبوع تاني وحابة كملت شهر كده غايبة عن القناة. كان السبب ان انا مش بقدر اصور لان الاجازة قربت تخلص، فانا عايزة ارتاح كده والعب ماينكرافت روبلوكس براحتي بقى، من لما اشتغل في الصوت بقى والكاميرا مش عارفة ايه. انا مش عايزة اعمل كله، الا انا عايزة بس ان الاجازة قربت تخلص. انا بقى عايزة استغل الوقت الصغير ده في ان انا اتسلى، مش ان انا انزل فيديوهات. طيب انتم مستغربين ان انا متكونش عن ماينكرافت؟ انا عندي لعبة ماينكرافت، حد انا اعرفه بعتالي لعبتها شوية بس ما لعبتهاش كتير، انا شغلها على روبلوكس اكتر. وهتستغربوا ليه انا فاتحة الصورة دي، عشان اقول لكم ان انا جبت كروكودايل زي ما انتم شايفين. كروكودايل كان في الابديت الجديد بتاعهم اللي هو جانجل ايج، في ناس بيطلع لهم باروت بس انا طلع لي كروكودايل. هي بنت واحدة اللي شفتها طلع لها باروت بس انا طلع لي كروكودايل. فانا هوقف لان المدرسة الشهر 9، احنا في شهر 9، احنا في 5/9، من الساعة 12 احنا في 5/9، 5 سبتمبر، يعني 5/9. في انا مدرستي 24/9، فانا الوقت ده انا زي ما قلت لكم عايزة استغله لانه مفيش وقت كافي اتسلى فيه وألعب ماينكرافت وروبلوكس. فانا مش هقدر اشتغل بقى على التصوير بس، لازم اشتغل في اكتر من حاجة عشان اجاز خلاص كانسل. حتى اخواتي اساسا، احمد اخويا همسح بابتي في ايام المدرسة، فانا مش هقدر. انا اتنزلت، باي باي، مش هتشوفوني بنزل فيديوهات.